ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنبتدي اول سيشن في الكورس. هديكم بريف كده عن الهيستوري الاول. ايه هو الامبلانت؟ هو الوبلاستيك ماتيريال بايو كومباتبل مع البون، بيحصل له انسرشن في الجو بونز تو سبورت اند ستابيلايز بروسيسز، ايا كان بقى فيكست او ريموفبل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الامبلانت اللي احنا عارفينه ده اكتشفوه ازاي، اخترعوه ازاي؟ كان في دكتور اسمه برينا مارك، كان اورثوبيديك وكان سويدي. الراجل ده كان بيعمل تجارب على التيتانيوم، فاكتشف ان هو بيمسك في البون، فقرر ان هو يستخدمها في الجو بونز عشان يركب الناس ما عندهاش سنان. فالناس هجمته وقالوا ان التيتانيوم ده ما بيمسكش، فجاب كلب زرع فيه امبلانتس واستنى 6 شهور، وبعد كده نايم الكلب ده وعلقه من واحده من الامبلانتس في السقف وصوره وبعت لهم الصوره. فسنه 1985 اقتنعوا وابتدى يطلع كونسبت اللي هو الاوسيو انتجريشن، وده كان بدايه الامبلانتس اللي احنا عارفينها دلوقتي. ايه بقى الامبلانتس دي؟ ليها كلاسيفيكيشنز كتيره، بتتقسم تقسيمات كتيره، التقسيمات دي بتلخبط بصراحه، فانا يعني هشرح لكم التقسيمه وهقول لكم ايه الحاجات المهمه وايه الحاجات اللي انت لما تيجي تشتري امبلانت يعني تسال عليها، بقيه الحاجات كلها مش هتفرق قوي معاك يعني. فهنبتدي الاول انواع الامبلانتس. عندنا في اندوستيال امبلانتس، ودي اللي هي الكوماند اللي بنستخدمها دلوقتي. في ترانس اوستيال، وفي بري اوستيال، وفي زيجوماتيك. زيجوماتيك برضه بتقدر تستخدمها دلوقتي، بس دي ادفانسد قوي طبعا، دي بتدخل لغايه الزيجوما، يعني قصه ادفانسد ولازم انزله فيشل سيرجن. الاندوستريال امبلانتس اللي هي الكومن دلوقتي اللي احنا بنستخدمها، في منها نوعين. في نوع اللي هو البليد، وده كانوا بيستخدموه زمان، انا شفت في الكتب وسمعت من اساتذتنا الكبار اللي اشتغلوا في انجلترا عليه ان هم شافوه برضه. النوع الثاني اسمه الروت فورم امبلانت. الروت فورم امبلانت ده اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، اللي هو الشكل الروت اللي احنا يعني اللي هو الكون موجود دلوقتي. الامبلانتس بتتقسم على حسب اول حاجه مثلا الماتيريال، في زيركونيا امبلانتس وفي تيتانيوم امبلانتس. الحاجه الثانيه على حسب هي 1 بيس ولا 2 بيس. في امبلانتس بيجي 1 بيس وهوريكم صور كله حته واحده، وفي بيجي 2 بيس اللي هو بيبقى فيكستشر وابطمنت وسكرو. الفيكستشر ده الجزء اللي بيبقى في البون، والابطمنت ده الجزء اللي بيبقى فوق البون، والسكرو ده اللي بيربط ما بينهم. في تقسيمه ثانيه بتبقى على اساس السيرفيس تريتمنت، ايه معمول ايه في السيرفيس تريتمنت عشان يعمل يبقى يمسك في البون ويعمل حاجه اسمها انيشال ستابيليتي مثلا، او يبقى ما يبقاش في بون ريزوربشن بعد كده. ففي اسيد اتشد، وفي ساند بلاستد، وفي ساند بلاستد اسيد اتشد. الساند بلاستد اسيد اتشد ده اكتر واحد كومن. في مثلا تقسيمه على اساس الكونكشن، الحته اللي بتربط الامبلانت بالابطمنت. في انترنال هيكس، يعني الفيكستشر اللي هو الجزء اللي جوه البون يبقى فيه فتحه يدخل فيها الابطمنت، او الفيكستشر ده يبقى طالع منه حاجه تدخل في الابطمنت. الامبلانت نفسه لو هو تيبرد، في بقى منه سيريتد ونون سيريتد، او ثريدد سوري ونون ثريدد. الثريدد النون ثريدد ده يعني ما بنستخدموش خالص. الثريدد في منه نوعين، في جيب في شيب ويو شيب. الفي شيب ده بيسموه كاتنج او سيلف تابنج، ان هو ده بينزل في البون وهو بيرسم لنفسه وهو نازل في البون. اليو شيب ده بيحتاج تستخدم حاجه تول اسمها بون تاب، تستخدمها بعد ما تعمل هكس. يبقى في انترنال هكس واكسترنال هكس. في تقسيمه ثانيه على اساس شكل البادي اوف ذا امبلانت، ودي مهمه. في بارلل وفي تيبرد. التيبرد ده الموست كومن واللي احنا بنستخدمه دلوقتي. هنتكلم على الكيت بعد كده. فالفي شيب ثريدز ده الموست كومن اللي هو بيسموه سيلف تابنج، اللي بيسموه السيلف كاتنج. دي تقسيمه ثانيه. في كمان تقسيم على اساس الشكل الكونكشن اللي بيربط بين الابطمنت، فيه بيبقى عدد الانجلز اللي فيه تراينجلر هيكساجونال اوكتاجونال 8 انجلز. برضو مش هتفرق معاك قوي يعني، بس كل شركه بتقول ان النوع ده احسن وبيحسن استاتيك وبيسهل عليك وانت بتركب الابطمنت، بس طبعا يعني مش الفرق برضو الفظيع. كل دي تقسيمات. طيب انا دلوقتي رايح اشتري امبلانت، ايه الحاجات اللي تهمني؟ الحاجات اللي تهمني ان هو يبقى روت فورم امبلانت تيبرد مش بارلل،
يبقى السيرفيس تريتمنت بتاعه اس ال اي ساند بلاستد اسيد اشت، ان هو يبقى في شيب ثريدز اللي هو سيلف كاتنج او سيلف تابينج، ان هو يبقى في حاجه اسمها دلوقتي اسمها بلاتفورم سويتش. بلاتفورم سويتش يعني ان الاباطمنت تبقى اصغر من الدايمتر بتاع الاباطمنت، يبقى اصغر من الدايمتر بتاع الـ وده بيقلل التشفم، ده بيقلل البون ريزوربشن بعد ما تحط الامبلانت. فده دلوقتي سيستمز كتير عامله دي، حاجه مهمه برضو لما تشتري امبلانت تتاكد ان هي فيها. الحاجه التانيه ان في حاجه اسمها كريستال بارت اوف ذا فيكتشر او الامبلانت. الكريستال بارت ده في شركات بتبقى عاملاه سيريتد، وده احسن وبيديك انيشال ستابيليتي احسن وبتدي لك وبيقلل البون ريزوربشن. طيب احنا عاملين نقول انيشال ستابيليتي. انيشال ستابيليتي ايه هي الانيشال ستابيليتي دي؟ انيشال ستابيليتي دي هي البايوميكانيكال ستابيليتي وي جت ابون انسرشن اوف امبلانت. يعني الاستابيليتي اللي انت وانت بتحط امبلانت، اول ما الماسكه اللي بيمسكها في البون دي، الماسكه الاولانيه دي مهمه جدا، دي اللي بتديك بروجنوزز الامبلانت ده هيعيش ولا لا. فلو هي ماسك من الاول كويس يبقى غالبا ده هيعيش وهيبقى كويس. فدي دي البروجنوز. طيب احنا كده لما هنروح نجيب امبلانت يبقى دي الحاجات اللي هنسال عليها. هنسال على الاول على ان هو يبقى يكون روت فورم ويكون تيبرد، يكون السيرفيس بتاعه اس ال اي، يكون في بلاتفورم سويتش، يكون الكريستال بار بتاعه سيريتد برضو. في بقى شركات هتبقى عامله جروف في الابيكال بارت بيقلل الاسترس، في شركات بتبقى عامله الثريدد ده او الفي شيب ده ثريدز، ده في منها باترس ونون باترس، يعني في اشكال كتير يعني مش هتفرق معاك قوي. المهم ان هو الحاجات دي الحاجات الاساسيه، يعني زي ما احنا بنقول دي البيزكس اللي تبني عليها. تمام. طيب دلوقتي الامبلانت لما بيحطه في البون بيحصل له حاجه اسمها اوسيو انتجريشن. الاوسيو انتجريشن دي اللي هي ايه؟ اللي هي بيبقى دايركت فانكشن اند ستراكشر كونكشن between the implant and the bone without intervening soft tissue or connective tissue. يعني لما الامبلانت يدخل في البون يبقى حته واحده، ما يبقاش لا في ما بينهم سوفت تيشو ولا في اي حاجه، يبقى جزء واحد، ده الاوسيو انتجريشن. طيب لو جينا نقول ايه هو تعريف الامبلانتس عموما، يعني ايه الامبلانتولوجي ده تعريفه ايه؟ هو ريستورد ريستورتيف دنتستري، برضه ريستورتيف دنتستري بيست اون ذا برنسبل اوف اوسيو انتجريشن، يعني بيست اون ان هو يبقى في كونكشن ما بين البون والامبلانتس. الامبلانتس احنا قلناه يعني احب دي يعني مقدمه كده تكونوا عارفين بس ايه هي الفروقات وايه هي تختار امبلانتس ازاي. في جزء تاني برضو مهم ان انت تبقى عارف لو تيجي تشتري امبلانت تحاول تدور على وكيل يكون قديم، ما يبقاش واحد جديد او لسه فاتح فيمشي بعد كده، فما تلاقيش الابطمنتس، ما تلاقيش سكرو دي، ما تلاقيهوش، ما تلاقيش الهيلينج كابس بتاعته او الجينجيفال او الهيلينج ابطمنتس. الحاجه الثانيه ان انت حاول انت في الاول لو انت هتغير ما بين السيستمز يبقوا دايما نفس الكونكشنز، يعني يكونوا مثلا الاثنين انترنال هكس ومثلا هيكساجونال، دي هتوفر عليك كتير في الاكسسوارز، ان الاكسسوارز دي برضو غاليه. هنشرح كل ده بالتفصيل بعد كده. بس ميرسي، واتمنى انكم تعبتوا يعني انبسطتوا واستفدتوا. هحط لكم ايميل لو اي حد عايز يبعت اي حاجه. شكرا.